تشهد أسواق الجنوب الغربي لولاية تندوف التهابا في أسعار الخضر والفواكه، بينما يتأهب بعض التجار والسماسرة لاغتنام الفرصة من أجل الربح الوفير في ظل غياب الرقابة. تفاصيل الموضوع مع عبد الرزاق حاجي وهشام بشكيت. هنا بعاصمة الجنوب الغربي لولاية تندوف التي تبعد عن ولاية العاصمة بحوالي 1750 كيلومترا، يعاني السكان الأمرين في الحصول على الخضر والفواكه، وإن وجدت فهي تشهد غلاء فاحشا. ما دي سير هذا حدث ولا حرج، البنان راحنا غير نشوفوه تقريبا، راحنا كي تشوفوه تقريبا يقول لك خلص هذيك الشوفه. يعني الخضره نقول لك حاجه، ما كان ما لا مولانا يشوف في حال الضعفاء. وهذا هنا في تندف اولدي الخضره جوغا من الجمعه والسبت، شويه نلقاو سعرها شويه رخيصه شويه على هذيك، والحق خطرات تلقاها غاليه على سعرها. من تجي من هي ولا من عارف يقول لك غاليه، لها جيبها غاليه وهنا يقول لك غاليه، ما فهمنا لها حتى شيء ولدي. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط من التهاب الاسعار ونقص المنتوج المحلي، يقوم بعض التجار من الانتهازيين باستغلال الفرصه. دي سير ما ناش ناكلوه الله غالب، والبطاطا اخويا والخضره راهي غاليه الله غالب. الطريق اللي تسقسي يقول لك الطريق البنو اللي راه ياكل انا في تندوف، والفاكهه ما ناش نشرو نشرو غير تشينو نشرو البنان وكا راه يدوز 60 على 70 الف، قش نهار يديروا بطاقه الشفاء الله غالب. هذه هي تعرفوا واش راه يدور، هي الخضره راهي غاليه شويه وليست في متناول الجميع. انا نقول لك بكل صراحه، خاصه لو كان ركزوا على الاولويات نتاع الخضره كيما البطاطا مثلا والبصل والزروديه والطماطيش. لو كان تخطانا الكاميو ولا تخطانا الاخر ما كانش، هنا الانتاج المحلي ما كانش، بطبيعه الحال تجي غاليه. فوضى كبيره في الاسعار بين مختلف اسواق البيع بالتجزئه وحتى داخل السوق الواحد، رغم انهيار الاسعار باسواق الجمله، يبقى مواطن ولايه تندوف ينتظر الاسواق الاسبوعيه ويامل تدخل الجهات الوصيه لايجاد حلول ممكنه.